مرحبا حبايبي، كيفكن اليوم؟ ان شاء الله رمضان مبارك، الله يتقبل منا ومنكم يا رب. اليوم حبايبي فطورنا ان شاء الله شيخ المحشي. عندي هون انا 1.5 كيلو كوسة، حافرتهم بهالشكل هاد حبايبي. الكوسة تبع المحشي، تبع عفوا شيخ المحشي، لازم ما تكون كتير مرققينة من جوا، لانه بدها تنقلها رح تدبل، يعني لازم نخليها شوي سميكة. انا حافرتهم كلهم هيك بالطريقة هاي. عندي كمان هون 1 كيلو لحمة، بدي له 3 حبات بصل، وعندي زيت نباتي، ملح وفلفل وجوزة الطيب. وعندي هون 1.5 كيلو لبن، حبة بيض ومعلقتين نشا، وطبعا بدي لهم ملح. هاي كل المكونات ان شاء الله. خليكم معنا مشان نبدأ نعمل اللحم. هلا هون حبايبي بالمقلاية بدي انزل تقريبا 1/4 كاسة زيت، بدي تنزل فوقهم البصل عشان اقليهم شوي. هلا رح ادبل البصل شوي بعدين ننزل فوق اللحم. هيك بعد ما تدبلت عندي البصل مزبوط، هلا نقول بسم الله وننزل اللحم فوق. اللحمة قلي اللحمة أول شي، بعدين ننزل له الملح والبهارة. هلا حبايبي بعد ما صارت عندي اللحمة هيك، هلا بدي انزل فوق الملح، معلقة صغيرة ملح. ننزل نص معلقة فلفل أسود. ربع معلقة جوزة الطيب. هلا حبايبي قبل ما تطفي تستوي عندي اللحمة، بدي انزل فوقهم شوية سموذر، طبعا هذا اختياري. هلا حضرتكم مع بعض كتير منيح، تكون اللحمة صارت عندي جاهزة ان شاء الله. وهلا حبايبي عبال ما تبرد عندي اللحمة عشان اقدر احشي الكوسة، بدي اخلط اللبن بالخلاط. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. هلا هون حبايبي صفيت اول بريق بالطنجرة وبالمصفاية. هلا هون بالبريق التاني بدي انزل فوق البيضة. بدي احط لها معلقة صغيرة ملح. اول شي معلقة صغيرة طبعا، بعدين انتو حسب الرغبة الملح. هلا هون انا حطيت 2 كاسة مي، بدي انزل فوق النشا عشان اخلطه. انتو طبعا حسب السماكة اللبن قد ايه بدكم تحطوا له مي، حسب السماكة. انا اللبن عندي هون سميك بده مي. هلا بعد ما بردت عندي اللحمة كتير منيح، بدنا نبدأ نحشي الكوسة. هلا الكوسة هاي ما رح احطها بالمي وملح، مشان المي تبع الملح بالزيت ما صير تطرطش علينا. هلا راح احشيها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. فيكم تحشوها حبايبي قد ما بدكم، هي مو مثل الرز يعني ما راح تنفش، لذلك لازم نعبيها مليانه. عندي هون كمان النقاره مشان نسكرها، مشان الزيت ما لما نقلي الكوسه بالزيت ما يفوت بقلبها. بدنا نحشيها حبايبي اصبعتنا هيك مفوتة لجوا مشان تنحشى معنا منيح. هلا هيك مليت معنا، نحط الله السكارة. هلا هيك صارت عنا تمام، هنصفها هيك عالجاط ونحشي وحدة تانية.
هلا راح نحشيها هيك ان شاء الله. هلا بس خلص هاي شوفكم مرحلة العلي. هلا حبايبي هيك بعد ما حشيت الكوسة هيك مثل ما انكم شايفين، هلا بدي ابدأ انا هون سخنت الزيت وبدي ابدأ انزلهم بالزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. افضل انه نحط الكوساية بالمعلقة مشان ما تسلك مني. هلا حبايبي بدنا نقليهم نص قلي، ما نخليهم لحتى يصيروا حمر كتير، يعني نخليهم خضر بس يعني تدبيل تقريبا ندبلهم. هلا بشوفكم ان شاء الله بس يستوي. هيك بعد ما خلصنا قلي حبايب قلبي مثل ما انكم شايفين، شوفوا لي لونهم اخضر، ما خليتهم يصيروا حمر كتير يعني نص قلي. هلا ان شاء الله بدنا نحرك الشوربة ونسقطهم فيها. هلا هيك حبايبي بدنا نفضل نحرك باللبن لحتى يغلي عندي. بس يغلي عندي اللبن ان شاء الله بدي سقط فيه الكوسيات. خليهم يغلوا شوي يعني شغلة 5 دقايق مع اللبن، بعدين ان شاء الله بطفي بتكون صارت اكلتنا جاهزة. هلا رح نفضل نحرك باللبن حتى يغلي عندي ان شاء الله. هلا هيك بعد ما غلت عندي الشوربة مثل ما انكم شايفين، هلا بدي انزل رشة فلفل اسود، رشة صغيرة ما بكتر، احركهم شوي. هلا بدي ابدا انزل الكوسة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ننزل. طبعا انا هون شفتوا مثل ما شفتوا انا صفيت الكوسة على محارم مشان محارم تشرب الزيت، محارم مطبخ طبعا. هلا حبايبي بدنا نخليهم يغلوا شوي ان شاء الله، يكون هيك صارت عندي جاهزين. هعمل شوية رز مع شعرية بجنبهم، شوفكم ان شاء الله مرحلة التقديم. هلا هون حبايبي بدنا نعمل شوية رز مع شعيرية. هون انا حطيت نص كاسة زيت، حطيت معلقة سمنة حيواني، وهلا عم قلب الشعيريات لحتى يتحمصوا عندي ويصير لون ذهبي. طبعا انا كاستين رز مي فاترة، شغلت يعني تقريبا نص ساعة. هلا هيك لونهم شوي صار عندي تمام. انا بحب خليهم شوي يتحمصوا منيح لانه يفتح، بعدين بعد ما نحط الرز ونحط المي رح يفتح شوي لونه. هلا هيك صار تمام عندي، رح نزل هون عندي الرز انا مصفيته. يلا ما بعرفين هلا هيك حبايبي بعد ما قليتهم شوي مع السمنة بدي انزل المي. هلا حبايبي بدنا نحط نص معلقة صغيرة ملح، بنحط ربع معلقة جوز الطيب، بنحط رشة كمان ربع معلقة فلفل اسود. هلا بنحركهم مع بعض منيح، ننوص تحتهم هلا حبايبي على اخف شي يعني ونغطيهم هيك يكونوا ان شاء الله، خليهم لحتى ينشفوا ويستووا هيك يصيروا عنا تمام. هيك حبايب قلبي كانت سفرتنا لليوم، فطورنا لليوم رز بشعيرية مع الكوسة بلبن او شيخ المحشي، قولي ما شاء الله على هالمنظر. هون شوية بطاطا قليت، بتعرفوا الاولاد يحبوا البطاطا المقلية. هون عنا عصير الجلاب وعصير البرتقال، ان شاء الله الف صحة وهنا يا رب، الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.
وهيك كان فطورنا اليوم حبايب قلبي. إذا عجبكم الفيديو لليوم لا تنسونا من دعمكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إن شاء الله ألف صحة وهنا يا رب.